عليكم، معكم مهندس عبد الرحمن خميس، وهنكمل مع بعض الحلقة رقم 16 من سلسلة كل يوم صفحتين. خلينا على طول كده النهاردة نشوف الصفحتين اللي عليهم الدور. أول سؤال معانا النهاردة بيقول لي في الشكل المقابل عايز المقاومة المكافأة بين A و B. طبعا احنا اتفقنا قبل كده طالما المسألة فيها أسلاك فاضية فاحنا هنحل بطريقة النقط. ممكن ترجع مرة تانية للحلقة رقم 12 عشان تعرف طريقة النقط. هنقول هنا المدخل يبقى ده واحد، بنحدد نقاط التفرع اللي بيكون عندها 3 أسلاك فأكثر. أوكي، لا دي مش تعتبر نقطة تفرع، دي تعتبر تانية سلك، يبقى إذا مش هحدد النقطة دي، ودي هتعتبر نقطة تفرع. هنقول هنا واحد، هنا اتنين، هنا تلاتة، سلك فاضي قلنا بياخد نفس الرقم. بص الحتة الصغيرة دي، الحتة الصغيرة دي تعتبر سلك فاضي فهتاخد نفس الرقم اللي هو تلاتة. يبقى كده المدخل اللي دخل منه التيار واحد والمخرج اللي خرج منه تلاتة وبينهم الاتنين. فالستة دي من اتنين وتلاتة، أروح شاطب عليها وحاططها من اتنين وتلاتة. الخمسة دي تعتبر من تلاتة وتلاتة. مفيش حاجة اسمها بين الرقم ونفسه، مفيش حاجة اسمها بين تلاتة ولا، يبقى هنا تتلغي. طيب المقاومة 18 دي من اتنين وتلاتة، يبقى تتحط هنا مقاومة 18 بين اتنين وتلاتة. أكيد عندي المقاومة 15 دي بين واحد وتلاتة، أدي المقاومة 15 دي بين واحد وتلاتة، وعندي هنا أربعة واحد ونص، يعني كام؟ أربعة واحد ونص، خمسة ونص بين واحد واتنين، يبقى أنا عندي خمسة ونص بين واحد واتنين، يبقى دي ودي هتخلص مع بعض توازي مع الخمسة ونص توالي، واللي هيطلع مع الخمستاشر تحت توازي. خلينا نحسبها كده سريعا. طبعا ستة في تمنتاشر على الستة زائد التمنتاشر هتطلع عندي بتسعة الاتنين اللي هي أربعة ونص، يبقى دي هتطلع بأربعة ونص. أربعة ونص وعندي هنا خمسة ونص، يبقى كده عشرة، يبقى الفرع اللي فوق خلص بعشرة، والفرع اللي تحت كام؟ خمستاشر. يبقى توازي عشرة في خمستاشر على عشرة زائد الخمستاشر هتطلع الإجابة ستة، أو يبقى الإجابة الصح هي الإجابة ب. تاني سؤال بيقولي في الشكل المقابل إذا كانت المقاومات متماثلة وكل واحدة فيهم بخمسة أوم. طبعا احنا رسمناها في ورقة خارجية عشان الكاميرا كانت فصلت، فطبعا احنا قلنا هنخلص من الجزء اللي فوق ده الأول. الخمسة والخمسة دي في مسار واحد يعني توصيل توالي فيها العشرة، والخمسة اللي تحت دي، العشرة والخمسة اللي تحت دي توصيل توازي، فتخلص بحاصل ضربهم على الناتج جمعهم. عشرة في خمسة على عشرة زائد خمسة بعشرة على تلاتة أوم. يعني احنا ممكن نشيل الجزء اللي فوق ده كله ونحط مكانه مقاومة واحدة بس بعشرة على تلاتة أوم، عشان بس نبسط الشكل يعني. أما الخمسة دي والخمسة دي محدش جه ناحيتها، فبالتالي هتنزل زي ما هي. يبقى هنا خمسة وهنا خمسة، وطبعا هنتتبع التيار بقى بعد ما بسطنا الشكل. فالتيار هيخش من ايه؟ هيجي هنا يتجزأ جزئين ويتجمع هنا، صح؟ فين الفرع الأول من التجزؤ للتجمع؟ هو اوريدي جاهز بخمسة. طب الفرع التاني من التجزؤ للتجمع، الحتة دي مسار واحد أهي، يعني توصيل توالي، فهتجمع عشرة على تلاتة زائد الخمسة، تعالى نشوف كده بالآلة الحاسبة، تطلع بخمسة وعشرين على تلاتة. يبقى الفرع ده كده جاهز خمسة وعشرين على التلاتة، وده أصلا كان جاهز بكام؟ بخمسة. يبقى ده وده في الأساس أصلا كانوا توازي عشان التيار اتجزأ أهو، يبقى حاصل ضربهم على الناتج جمعهم. يبقى هنقول خمسة وعشرين على تلاتة في خمسة على خمسة وعشرين على تلاتة زائد الخمسة، حاصل ضربهم على جمعهم هيطلع خمسة وعشرين على التمانية، يعني الإجابة الصح هي الإجابة ب. السؤال اللي بعده بيقولي في الشكل المقابل عايز قيمة المقاومة المكافأة بين A و B. طيب برضه في أسلاك فاضية، صح كده؟ يبقى نعملها بطريقة النقط. يبقى ده واحد، هنحدد نقاط التفرع اللي عندها تلات أسلاك فأكثر، فدي نقطة تفرع ودي نقطة تفرع ودي نقطة تفرع وده نقطة تفرع أو المخرج. فنقول هنا واحد، ركز بقى هنا اتنين، سلك الفاضي ياخد نفس الرقم اتنين، ركز سلك فاضي هنا أهو شايفه هياخد نفس الرقم اتنين، والمخرج اللي هو كام؟ تلاتة. يبقى كده المدخل اللي دخل منه التيار واحد والمخرج اللي خرج منه تلاتة وبينهم الاتنين. الاتناشر دي من كام وكام؟ واحد واتنين. اروح انا حاطط اتناشر بين واحد واتنين. طب والستة دي برضه بين واحد واتنين، يبقى تحتيها كده في ستة بين واحد واتنين. طب الستة دي بين اتنين واتنين، مفيش حاجة اسمها بين اتنين واتنين تتلغي، مفيش حاجة اسمها بين رقم ونفسه. طب الاتنين دي من كام وكام؟ بين اتنين وتلاتة. طب التلاتة دي من كام وكام؟ بين واحد وتلاتة. كده انا خلصت كل المقاومات، صح؟ فنقول بقى ايه؟ حاصل ضربهم على الناتج جمعهم نخلص دي توازي، هتطلع طبعا 12 في 6 على 12 زائد 6 بكام؟ ب 4. وعندي هنا 2، يبقى 4 زائد 2، يبقى الفرع اللي فوق خلص ب 6، والفرع اللي تحت كده كده جاهز ب 3. فالاتنين دول طبعا توصيل توازي، 6 في 3 على 6 زائد 3 تطلع الاجابه 2، ويبقى الاجابه الصح هي الاجابه ب. السؤال اللي بعده بيقول لي عندما يكون المفتاح مغلق، المفتاح مغلق يعني هنا عندي فيه سلك فاضي، كانت المقاومه المكافئه بين A و B تساوي 9 او. فعند بقى فتح المفتاح قيمة المقاومة المكافأة بين A و B تصبح كام؟ يعني كده أنا عندي حالتين، فتعالى نخلص كل حالة لوحدها. خلينا الأول لما كان في الحالة الأولى المفتاح K مغلق، يعني أنا عندي هنا في سلك فاضي هاخده في الاعتبار، وأدام في سلك فاضي قلنا نعمل طريقة إيه؟ النقط. أهو أدي السلك الفاضي وهنعمل طريقة النقط. يبقى هنا واحد، هنا اتنين، سلك فاضي يبقى هنا اتنين، يبقى هنا كام؟ تلاتة.
طيب كده المدخل اللي دخل منه التيار كام؟ واحد، والمخرج اللي خرج منه اتنين. فاكرين القاعدة بتاعة طريقة النقط؟ لو في رقم زايد عن المخرج نحطه تحت التسلسل، يعني المخرج هنا اتنين بس لسه جوه رقم زايد عن المخرج هنحطه تحت في أسفل التسلسل ونكمل عادي. الأرضي بين واحد واتنين، والأرضي بين اتنين وتلاتة، وعندنا الأرضي بين تلاتة واتنين أو اتنين وتلاتة مش هتفرق، وعندنا الأرضي بين واحد وتلاتة. كده أنا خلصت كل المقاومات. ركز بقى، الار والارضي توصيل توازي بنص، وهنا في واحد، يبقى الفرع اللي تحت خلص بواحد ونص ار، والفرع اللي فوق كام؟ واحد ار، يبقى الاتنين دول توازي، واحد في واحد ونص على واحد زائد واحد ونص، يبقى واحد ونص على بالتوازي طلع بستة من عشرة. يبقى دي في الحالة الأولانية كانت المقاومة المكافئة بستة من عشرة ار، كل ده أصلا بدلالة الار. طب هو قال لي في حالة الغلط كان المقاومة المكافئة كقيمة بقى، كقيمة عددية كان بكام؟ قال لك كل ده كان بيساوي تسعة. يبقى تعرف تجيب لي الار الواحدة بكام؟ اه، يبقى ار الواحدة يعني هقسم هنا على ستة من عشرة وهقسم هنا على ستة من عشرة، فتسعة على ستة من عشرة فيها خمستاشر، يبقى قيمة الار بخمستاشر أو. فأنا أجي على الرسم ده أخلي دي خمستاشر ودي خمستاشر ودي خمستاشر ودي خمستاشر، وده اللي أنا استفدته من الحالة الأولانية لما كان مدينا في المعطيات إن لما كان المفتاح مقفول كانت المقاومة المكافئة بتسعة. فجبنا المقاومة المكافئة من الشكل بدلالة الآر كانت بستة من عشرة آر، وكقيمة عددية هو أوريدي مديها لي بتسعة عشان أجيب أنا قيمة الإيه؟ جبت قيمة الآر. خش بقى الحالة التانية اللي هو عايزها، لما كان المفتاح مفتوح فالفرع اللي تحت ده مش معايا، وأنا عرفت إن كل واحدة بكام دلوقتي؟ بخمستاشر، فهنا خمستاشر وهنا خمستاشر يبقى كام؟ تلاتين. وعندي اللي فوق دي كام؟ 15. توصيل توازي، يبقى 15 في 30 على 15 زائد 30 هتطلع عندي بكام؟ ب 10. يبقى هنا 10، وقلنا الارضي كمان ب 15، يبقى 10 زائد 15 يبقى اجمالي كام؟ 25 اوم. يبقى الاجابه الصح د اللي هي 25 اوم. خلاص، سؤال معانا في الصفحه الاولى في الشكل المقابل عايز قيمه المقاومه المكافئه بين ايه وبي. طيب في سلك فاضي يبقى طريقه نقط، يبقى هنا 1 2 3 هنا أربعة، سلك فاضي ياخد نفس الرقم يبقى هنا كام برضو؟ أربعة. يبقى المدخل اللي دخل منه التيار واحد، واللي خرج منه أربعة، وبينهم الاتنين والتلاتة. طيب الأربعة دي من كام وكام؟ بين تلاتة وأربعة. طب الأربعة دي من كام وكام؟ برضو بين تلاتة وأربعة. طيب الأربعة دي من كام وكام؟ بين اتنين وتلاتة. طيب التلاتة دي من كام وكام؟ بين اتنين وأربعة. طيب الأربعة دي من كام وكام؟ واحد واتنين. طيب الستة دي بين كام وكام؟ واحد وأربعة. يبقى في عندي ستة بين واحد وأربعة. ركز لي بقى، ركز لي قوي، الأربعة والأربعة دي توازي، واحدة على عددهم باتنين، اتنين وأربعة يبقى الفرع ده خلص بكام؟ بستة. طب الفرع ستة مع الفرع تلاتة توازي حصل ضربهم على جمعهم باتنين، كل ده خلص بكام؟ باتنين. اتنين وعندي هنا أربعة، يبقى إجمالي الفرع اللي فوق الكبير خالص ده خلص بستة، اللي هي اتنين اللي طلعت من هنا زائد الأربعة، يبقى كل اللي فوق ده بستة. طب واللي تحت اصلا بكام؟ بستة. زيها ستة وستة توصيل توازي، مقاومات متساوية، واحدة على عددهم ستة على الاتنين فيها التلاتة اوم، يبقى المقاومة المكافئة جيم تلاتة اوم. كده احنا خلصنا الصفحة الأولى. سؤال معانا في الصفحة التانية بيقول لي في الشكل المقابل إذا كانت المقاومة المكافئة بين إيه وبي بنص آر أو آر على الاتنين، عايز قيمة المقاومة آر. ركز معايا، في أسلاك فاضية طريقة نقط، يبقى هنقول المدخل ده واحد، سلك فاضي ياخد نفس الرقم هنا واحد، هنا اتنين، وبعدين في النهاية هنا تلاتة، صح كده؟ يبقى المدخل اللي دخل منه التيار واحد، واللي خرج منه تلاتة، وبينهم اتنين. فهناخد بقى الأرضي من كام وكام؟ واحد واتنين، أحط أر، والأرضي من كام وكام؟ تحتيها كده بين واحد واتنين. طب والأرضي بين كام وكام؟ بين واحد وتلاتة. طيب الأرضي بين كام وكام؟ بين اتنين وتلاتة، أوكي. طيب عندي التمنتاشر دي من كام وكام؟ بين واحد وتلاتة، يبقى عندي فيه تمنتاشر أهي بين واحد وتلاتة. فطبعا دول توازي، ار وار نص ار، مع الار يبقى واحد ونص ار، يبقى الفرع اللي فوق واحد ونص ار، وده خلصان بار، والتالت بتمنتاشر. هنعمل ايه؟ خلينا نخلص من الاتنين دول الاول عشان بس الاتنين بدلالة الار، فنخليها مقاومة واحدة بس بدلالة الار. فهنقول واحد ونص واحد على واحد ونص زائد واحد، واحد ونص ار واحد ار على واحد ونص ار زائد واحد ار، حاصل ضربهم على جمعهم هتطلع 3 على 5 ار، يبقى الاتنين دول كده مع بعض هيطلع ب 3 على 5 ار، تمام؟ طيب اللي تحت 18 دي زي ما هي، بعد كده هعمل ايه؟ هاخد بقى الاتنين دول مع بعض حصل ضربهم على جمعهم، يبقى 3 على 5 ار في 18 على 3 على 5 ار زائد ال 18. كل ده قلل المقاومه المكافئه بكام لليله دي كلها؟ قلل المقاومه المكافئه ار على الاتنين، فعايز قيمه الار ولا اي حاجه، اديها سولف زي ما انا علمتك. قلت لك ايه؟ البسط هنا نحط فيه 3 على 5 الفا اكس في 18 على 3 على 5
في الفا اكس زائد ال 18 اللي حاصل ضربهم على جمعهم، كل ده الفا يساوي الفا اكس على الاثنين. شيفت كالك يساوي، هيطلع قيمة الأرض بكام؟ بستة. ولا تتعب نفسك في أي طرفين في وسطين ولا في أي حاجة، يبقى الأرض طلعت بستة أهم، يبقى الإجابة ب. اللي بعده بيقولي في الشكل المقابل عايز المقاومة المكافئة بين A و B في سلك فاضي أهو. طريقة نقط على طريق، هنا واحد دي نقطة تفرع، اتنين سلك فاضي ياخد نفس الرقم اتنين، بعد كده عندي هنا تلاتة، صح كده؟ هل في نقطة تفرع مثلا أنا نسيتها؟ لأ، يبقى المدخل اللي دخل منه التيار هنا واحد، اللي خرج منه هنا تلاتة، وبينهم الاتنين. الأرض بين كام وكام؟ بين واحد واتنين، والأرض برضو بين كام وكام تحتيها؟ بين واحد واتنين. طيب الأرض بين كام وكام؟ بين اتنين وتلاتة. طب والأرض بين كام وكام؟ برضو بين اتنين وتلاتة. خلاص يبقى دي خلصت بنص آر، ودي هتخلص بنص آر، فالنص آر في الآخر مع النص آر دي توالي بواحد آر، يبقى الإجابة جيم واحد آر. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل تلات مقاطع مختلفة منتظمة المقطع من سلك معدني، فإذا كان قيمة آر واحد بتلاتة أو، ماشي آر واحد بيساوي تلاتة أو، في معطيات تانية حاطط على الرسم معطيات تانية. طيب أنا ما بحبش المعطيات اللي على الرسم، أنا هطلع المعطيات دي أحطها قدامي على الورق عشان أعرف أفكر كويس. في آر واحد مديني الطول بتاعها بكام؟ بإل، ومديني إن نص القطر بتاعها بيساوي اتنين آر، أوكي. طيب هنا مديني ان ار اتنين غير معلوم قيمتها، ولكن ان طولها بال ونص قطرها بار، وار تلاتة غير معلوم قيمتها، ولكن مديني طولها باتنين ال، وبيديني نص قطرها بار، اوكي. ادي المعطيات اللي عندي، عايز ايه؟ عايز المقاومة المكافئة بين اكس وواي. طب خلينا بس نستفيد من المعطيات اللي عندنا دي الاول، بعدين نرجع للشكل مرة تانية عشان نجيب ايه؟ المقاومة المكافئة. ممكن استفيد ازاي من المعطيات؟ اجيب نسب، بمعنى يعني انا مثلا ممكن اخد ار واحد على ار اتنين بيساوي ال واحد على ال اتنين، فار اتنين تربيع على ار واحد تربيع بقانون النسب اللي كان في الدرس ده، فار واحد دي بتلاتة، وار اتنين دي انا معرفش بكام، ده انا عايزها اصلا عشان اعرف اجيب المقاومة المكافئة. ال واحد دي اللي هي بال على ال اتنين اللي هي بكام؟ برضه بال، اوكي. في ار اتنين هنا بكام؟ ار اتنين دي اللي هي بار، وعشان التربيع يبقى ار تربيع. طب ار واحد بكام؟ ار واحد كان مديها لي باتنين ار، وعشان التربيع هتبقى اربعة ار تربيع، صح كده؟ فهنطير دي مع دي، يبقى لي هنا ايه؟ ربع، في واحد هنا في البسط اوعى تنساه، ما هو الاربعة في المقام يعني دي ربع، اوعى تنسى بس، يبقى دي ربع، يبقى تلاتة على ار اتنين بيساوي واحد على الاربع طرفين في وسطين، يبقى ار اتنين بكام؟ باتناشر. يبقى الحمد لله زي ما هو مديني ار واحد بتلاتة، من خلالها قدرت استنتج ان ار اتنين بكام؟ باتناشر. ايه رأيك نعمل نفس القصة مع ار تلاتة؟ فنقول كده ان ار واحد مثلا على ار تلاتة بيساوي ال واحد على ال تلاتة، فار تلاتة تربيع على ار واحد تربيع. طبعا ال واحد بكام؟ بال، وال تلاتة باتنين ال، اوكي. في ار تلاتة، ار تلاتة اللي هي بكام؟ بار، وتربيعها يعني ار تربيع على ار واحد اللي هي بكام؟ باتنين ار. طب مع التربيع يبقى اربعة ار تربيع. ركز، يتبقى لي هنا ايه؟ اتنين في المقام يعني دي نص، ودي اربعة في المقام يعني دي ربع، طبعا نص في ربع بالآلة الحاسبة بتمن. كل ده بيساوي ار واحد على ار تلاتة. طيب انا اصلا مديني ار واحد في المعطيات بكام؟ بتلاتة، على ار تلاتة كل ده بيساوي التمن، طرفين في وسطين، يبقى الار تلاتة بيساوي كام؟ الا 24. يبقى الحمد لله عرفت ان انا اجيب برضو دي ب 24. كده انا جاهز اجيب المقاومة المكافئة ازاي؟ 12 وال 24 دول توصيل توازي، 12 في 24 على 12 زائد 24 بكام؟ ب 8، و8 وعندي دي 3 توالي، يبقى يطلع الناتج ايه؟ المقاومة المكافئة ب 11 اوم. خلصت المسألة على كده. اخر سؤال معانا النهارده بيقولي في الشكل المقابل اذا كان عندك 3 اسلاك متماثله، ادي سلك الثاني الثالث متماثلين كل واحده فيهم ب 10، يعني دي ب 10 كلها، ودي ب 10 كلها، ودي ب 10 كلها، ولكن الجزء ده اللي هو نص السلك، وعرفت منين ده النص؟ لان الحته دي ال، والجزء الثاني ده برضو ال، فكده ده معناه ان انا مقسم السلك ده نصين، يعني نقدر نقول ده خمسه وده خمسه، بس الخمسه دي مفيش اي سلك تحتيها ملاصق ليها، اما الخمسه دي في جزء تحت ملاصق ليها اللي هو بالمناسبه كام برضو ب 5، يبقى الجزء ده بكام؟ ب 5، لان السلك كله ب 10، والجزء الملاصق ليها تحت بكام؟ ب 5. طب الجزء ده كام؟ برضو 5 لان كلها ب 10. ركز بقى، احنا ممكن نرسم الشكل ده باحسن من كده شويه، يعني السلك اللي فوق ده اللي هو 5 و5 احنا ممكن نعمله مقاومتين كده، الاولى ب 5 ودي ب 5، والخمسه دي ملاصق ليها مقاومه تحت ب 5 اللي هي دي، اما هنا لا مفيش حاجه ملاصقه ليها، احنا خلينا هنا 5 دي ملاصق ليها مقاومه تحت ب 5، وبعدين في طرف تاني لوحده كده ناحية اليسار اللي هو ده ب 5. طب الخمسة اللي ناحية اليسار دي ملاصق ليها تحت كمان 5، توازي كده معاه، وفي طرف حر اللي هو اللي تحت ده ب 5، فأظن كده الشكل أوضح وأبسط من اللي هو مديهولي، صح؟
فبالتالي انا ممكن اعمل ايه؟ اقول 5 و5 دول توازي، 5 على 2 فيها 2.5، ودي نفس القصة 2.5. في الاخر الخمسة دي مع 2.5 دي مع 2.5 دي مع الخمسة دي كلهم مسار واحد، يعني كلهم توالي، فهتجمع بقى 5 زائد 2.5 زائد 2.5 زائد 5 يبقى الإجابة 15، أو يبقى المقاومة المكافئة 15 أوم. كده خلصنا الصفحتين بتوع النهاردة، أشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من سلسلة كل يوم صفحتين. شكرا، سلام عليكم.